بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واحد النداء عاجل للسلطات المحليه الكبيره في البلاد اللي كنطلبوا منها بخلاصه القول كما تيقول واحد المثال خير الكلام قل ودل. انا تصغرت واحد الفيديو اللي تعرضت بواحد الهجوم من طرف شابط اللي كيقول لي مشي طلبت العمل وقال لي بصفه مباشره باللي كنشريك ب 1000 ريال انت والسكان بن سودا سير بحالاتك. وسيدي انا كنطلب السلطات البلاد والعليا راه وليت كنتهدد. هنا كنطلبوا محامي الدين وحامي الوطن اللي في السراء والضراء يطلع على هذه المنطقه المنكوبه نتاع زواغه بن سودا اللي كتعيش واحد الاحداث غريبه من بينها استغلال السلطه واستغلال المال والبلطجة. حنا صربنا واحد الفيديو اللي كنتعرضوا لواحد البلطاجيين تيجيو تيهدونا بالقاتل في الهاتف ديالنا وفي المنازل ديالنا وتيبحثوا لنا بالدراجات الناريه وبسيارات فخمه. تم اعتقاله على اثر واحد المذكره اللي كان ديال البحث قديمه، علاش؟ وقيل للعائله والاصدقاء ديالو ان حزب الاستقلال هو السبب. ابدا عمر حزب الاستقلال وحامي شرف حياته ما اعتقلش واحد من ولاد المنطقه ابدا 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 ابدا. ولهذا كاين واحد المجموعه قلتها البارح ولا البارح الله يسامحهم الله يغفر لهم هما اللي كانوا السبب باش الولد مسكين يمشي يصوروه البارح في الزوج الصباح هنا في زواغه. الزوج الصباح جاو هادو التفاسل يوز واللي هذاك السيد عنده علاقه وطيده بالامن وصورهم وخذ الاقوال ديالهم وخرجوا في الفيسبوك على المستوى الوطني. واحد النقطة مهمة اللي بغيت نوضحها اللي كيشوفونا في وسائل الإعلام محلية أو عبر جريدة إلكترونية باللي فلاس نيوز حنا اللي صفقنا لها رئيس الفيديو الأول اللي تعرضنا لهم الضرب الباطش من طرف حميد شابط. حنا صفقنا لهم واستقبلوهم عندنا من الهاتف ديالنا النقال اللي هو منزل حدانا حاليا. حنا اللي كنطلبوا وكنأكدوا باللي كنطالبوا شي لجنة عليا من السلطات التنفيذية تاع هاد البلاد توقف بجانب ديالنا راه مهددين وعاش الملك وحنا مغالبة تنموت مع سيدنا بحال سيدنا هو القائد الاعلى القوى المسلحه الملكيه الله ينصر سيدنا.